الأستاذ محمد الأول، يعني هل دم عامل تأثيرات مادية؟ هل الظروف المادية مأثرة كتير على أندية سينا؟ هل النهاردة الوضع ده بيبقى محطوط في الاعتبار بالنسبة للوزارة أو بالنسبة للدعم، أن أندية سينا عندها انطباع، يعني طباع خاصة؟ بداية طبعا هو بالنسبة لأندية سينا وبالنسبة قبل للرياضة، سينا في الفترة الأخرانية تعرضت إلى ظلم إعلامي كبير بتحميل أهالي سينا كل ما يحدث على أرضها، وأهالي سينا بريئين بنسبة 95% مما يحدث. سينا حباها الله بطبيعة جغرافية مختلفة، فهي مساحة شاسعة ما بين العمران وما بين المنطقة الصحراوية الشاسعة الكبيرة. من ضمن أقدار أهل سينا برضو أنه هي طبيعة جغرافية دفعت بعض العناصر خارج عن القانون والعناصر الإرهابية إلى الاختباء داخل المناطق، تلك المناطق. لكن أهل سينا حضرتك لو رجعت للجهات السيادية، مخابرات عامة، المخابرات الحربية والجيش والجيش وكل الجهات يعلمون تماما ويدركون مدى الجهود المخلصة لأهالي ابن سينا في محاربة الإرهاب ومساعدة الجيش، وإلا ما سمعناش عن مقتل العديد من الأشخاص بطريقة وحشية، الطريقة الداعشية بقطع الرؤوس والذبح بطريقة بشعة. فده ناتج عن تعاون أهالي سينا مع الدولة وأجهزة الدولة السيادية. ده مؤثر رياضيا عليكم؟ بالتأكيد بالتأكيد الوضع القائم، رغم أنه أفضل بنسبة كبيرة عن ما بدأت بعد الثورة، والحمد لله في استعادة لنسبة كبيرة من الأمن، لكن الرياضة متأثرة في كل الظروف المحيطة بها. أندية سينا بتعاني وتعاني بشدة من النواحي المالية، من النواحي التنظيمية، من التواصل مع الأندية الأخرى. للأسف الشديد برضو اتحاد الكورة السابق واللي قبله لم يعطي سيداء الاهتمام الكافي. من الطبيعي أن حضرتك لو عندك أكثر من ابن أو شخص منهم ضعيف شوية أو محتاج للرعاية، لازم تبصله. يجب أنه على اتحاد الكورة ينظر لأندية سينا نظرة خاصة. طبعا بعد الاحتلال وبعد تحرير سيناء من 33 سنة لم نجد هذه الرعاية الكافية لأهل سيناء والأندية الصناعية بالتحديد. وهذا الدليل أن حتى هذه النهاردة بعد 33 سنة لم يصعد فريق من سيناء إلى الدوري الممتاز. هذا ناتج عن إهمال أو عدم الاهتمام بأندية سيناء على المستوى الرياضي.